بالتطورات التي تطرأ في مجالات العمل والعمال في العالم أجمع، فإننا نحرص على التطوير الدائم لعلاقات العمل وقدرات العمال، ونعمل على ذلك من خلال التطوير التشريعي والذي يتمثل حالياً في مشروع قانون العمل الجديد الذي يجري إعداده بدقة وبما يلائم التطورات الجديدة في سوق العمل، وعلى أيدي خبرات قانونية وفنية قادرة على تحديد الإطار التشريعي المناسب لتطوير العمل في مصر. وكذلك نعمل على النهوض بمنظومة التدريب على كافة المستويات لاكساب الأيدي العاملة المهارات اللازمة للمنافسة في أسواق العمل وفقاً لاحتياجات الوطن، لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها. ومن ثم فإننا نعمل على تنمية الموارد البشرية الخبيرة والمؤهلة وإكسابها الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونعمل أيضاً على إعادة النظر في المناهج التعليمية وتعزيز بيئة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتحسين البيئة التشريعية الداعمة لجهود البحث والتطوير، ويأتي هذا كله ضمن البرنامج المتكامل للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تشهده مصر والذي تقوده القيادة السياسية في مصر في الوقت الحالي.